اسعد الله اوقاتكم وياكم بالشركه من الشركه العامه للسكك الحديديه العراقيه، ويا عمل فني قام بالفنان حسام، وهو هذا العمل هو لمجموعه من الخرده ومجموعه من السكراب للقطارات القديمه، قام بتركيبها لعمل فني داخل السكك. ولكن يعني خليني اشرح لكم شنو معنى العمل. العمل كل مكان او كل زاويه من هذا العمل هو يشير الى محافظه من المحافظات العراقيه، يعني كل اتجاه يشير الى سكك القطار اللي تمشي باتجاه المحافظات العراقيه. واني بصراحه كلش عجبني هذا العمل. اولا تجميع للقطع الخردة، اثنين خلينا نقول اثنين لعمل فني منها بخصوص السكك. وانا قلت لهم يا ريت تسوون اكثر من عمل. كانت وياكم زهرة زنقنا الكشوفور.